أيضا واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن التداول، فضلا عن ضبط سلع منتهية الصلاحية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها، فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 21 طن ونصف دقيق غير معلن عن أسعارها. قام مسؤول مخبزين بدون ترخيص بالقاهرة والجيزة بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق، وتمكنت من ضبط أكثر من 48 طن سكر ومكرونة وأرز ودقيق معبأة داخل شكائر غير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤولي 4 مخازن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة والقاهرة والقليوبية بهدف بيعها بالسوق السوداء. ونجحت في ضبط قرابة 46 طن أقماح محلية محظور تداولها بدون تصريح. قام مالكو 4 مخازن لتجارة الحبوب والأعلاف بالمنيا وسوهاج ومطروح بحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء، وضبط 20 طن أسمنت بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء بالمنوفية حجبها عن التداول لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء. كما نجحت الإدارة وعلى صعيد تصديها لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية في ضبط 31 طن دقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بسوهاج، وتمكنت من ضبط 18 طن دواجن ولحوم ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بسلاجتين لحفظ السلع الغذائية بالجيزة، وضبط 6 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بالجيزة، وضبط 25 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بالبحيرة والمسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالمنوفية. الإدارة تمكنت من ضبط 91 طن ونصف أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية خلال حملات شنتها الإدارة بالمنوفية والشرقية والغربية، وتمكنت من ضبط 5 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية. كما نجحت في ضبط أكثر من 14 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بالجيزة.